ميكافيلي يقول من الغباء الوقوف على الحياد بين متقاتلين، فالخاسر سيخذلك والغالب سيأكلك. هل نحن على الحياد وهل هذا مضر أو أم مفيد؟ والعراق الآن أو اليوم هو الأقرب إلى أمريكا أم إلى روسيا؟ لا لا، هذه المقارنة يعني احنا بعيدين عنها. خلينا ندخل بصلب الموضوع رأسا بل بدون تعليق على اللي حدث. علما أنا عندي يعني تحفظات سريعة على السيد، ولكن خلينا نجاوب السؤال. بين العراق وبين الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ أياس الله يحفظك، يعني ما السيد محمد هو يعني المفروض رجل سياسي يعني يفهم شنو معنى شريك استراتيجي. احنا دا نتكلم على شراكة استراتيجية. أنا اليوم لو عندي شراكة استراتيجية، روسيا كانت لديها شراكة استراتيجية مع العراق من منتصف القرن السابق. هسه أنا رجل ابن المؤسسة العسكرية وضابط بالجيش كنت وأعمل يعني وين ما امشي القروز قدامي، اطب المدرسه المدفوعيه القروز، اطب المدرسه الميطيه القروز، اطب للمحاضرات القروز. روس وين ما كان وين ما تروح بالمؤسسه العسكريه، ان كانوا على مستوى مدربين، ان كانوا على مستوى خبراء، ان كانوا على مستوى مستشارين، وبكل مكان موجودين. وين المشكله لما يكون امريكي؟ احنا غيرنا عقيده التسليح العراقيه من شرقية إلى غربية بعد سقوط النظام بعد 2003. خلاص صارت الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تزودنا بالسلاح. شنو احنا بعد إذا أنت إذا حضرت أحد من الأخوان يعترض على وجود أمريكي، أنا دا أضمن لك هسه أنا دا أتكلم أمامك، أضمن لك بكل مؤسسة عسكرية تدريبية أكو أمريكان. تمام. لا لا ليش تعترض؟ بس هل يوجد رئيس وزراء؟ أنا أريد أنقل السؤال والتساؤل اللي ذكره أستاذ محمد. هل هناك رئيس وزراء بالعالم يلتقي بسفير الدولة في دولته 17 مرة خلال 10 أشهر؟ هذا طبيعي؟ أو أنا أسأل، أنا استفسر. لو كان شريك طبعا طبيعي. ليش هو من كان الروس؟ إحنا كنا مقابلين روسيا وقاعدين. ودا أقول لك أنا رجل على مستواي ثاني، هل قد واضح؟ وأشوف الروس قدامي وألتقي بالخبراء ويعلمونا ويدربونا. كيف عاد لو كان سيد رئيس إحنا على الحياد الآن وهذا مفيد له؟ مو على الحياد أبدا أبدا، لا لا. احنا لا نخلط الاوراق استاذ اياس الله يحفظك. يعني اي خلل من الولايات المتحده الامريكيه، انت شفت اعتراضات دوله رئيس الوزراء. انا ما اريد ادافع عن رؤساء الوزراء. هسه الرجل السيد قال وذولا كلهم ومن جاب اسماء العبادي وعادل عبد، انا ما انا دا احكي هسه اليوم على موقف السيد رئيس الوزراء الحالي. موقفه كفو وموقفه جيد جدا. دخلنا باتفاقية شراكة، جددنا الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، وقالها أمام الكل. الآن اعترض على سياسة أمريكا تجاه إسرائيل بمعاونة إسرائيل، نعم اعترض. ما عندي شيء مخفي. احنا اكو فرق بين انه انت تخفي اشياء واكو فرق بين انه انت مأيد هاي الاشياء. وجود الامريكان او وجود، هسه خلينا نكون دقيقين، وجود قوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق بناء على وجود خلل أمني داخل العراق، داعش والتنظيمات الإرهابية، بيوم اللي ينتهي داعش ماكو مبرر طبعا يتوجب أن يبقون. هذه نقطة. النقطة الثانية، يبقى التسليح الأمريكي، يبقى العراق يسلحها أمريكا. إذا العراق صار تسليحنا فرنسي راح تلقي الفرنسيين بالعراق يطوشون. ما يعني موضوع كلش طبيعي. تقول لي سياسة حكومة مراوغة؟ أبدا، سياسة السيد السوداني كلش واضحة جدا واضحة، واني يعني حقيقة اشهد له، يعني ارفع له القبعة في سياسته الاخيرة تجاه المؤتمر قمة سلام. كان اكفى شخص متواجد بالقمة، علما احنا نتكلم على رؤساء وملوك صار لهم سنين. احنا نتكلم على السيسي اللي يدعي لانه اقوى جيش عربي داخل المنطقة. زين. بس